خلونا نروح لخامس سنة. مبنى مكتبة اسكندرية بينور برتقاني. حلو كده؟ طيب ليه اللون البرتقالي؟ اليوم البرتقالي ده، أسف، اللون البرتقالي ده متعلق باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة. في مبادرة كبيرة جدا اسمها لون العالم برتقاليا. دي حملة بتاعت اتحدوا، وهي حملة اتحدوا الأمين العام للأمم المتحدة علشان انه يبقى في تلاحم تضافر ما بين كل الناس في البشرية تقف امام العنف ضد المرأة. ومكتبة اسكندرية الحقيقة لونوا او اضاءوا المكتبة باللون البرتقالي. معانا على تليفون دكتور مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الاسكندرية. اهلا بيك يا دكتور مروة. حضرتك ومساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك. مساء النور، اهلا بيك. غير اضاءة المكتبة باللون البرتقالي، انشطة المكتبة كانت ايه في اطار هذا اليوم او في اطار هذه المبادرة؟ الحقيقة هي حملة اسمها حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أقرتها الأمم المتحدة، بتبدأ في يوم 25 نوفمبر، وده طبعا اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وبتنتهي في 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي احنا كل سنة، وزي ما حضرتك ذكرت، على التوالي 5 سنوات بنحتفل في هذه الحملة، وبنعقد عدد من الأنشطة المختلفة والفعاليات. لو بنتكلم على السنة دي، احنا بنتكلم على احنا بدأنا في يوم 27 نوفمبر، دي كانت بداية الحملة أو حملة 16 يوم. بدأنا بفاعلية خاصة بتمكين المرأة الصحي وأفكار عن مناهضة العنف ضد المرأة من خلال عدد من الشراكات مع المجلس القومي للمرأة ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كان يعني عدد كبير جدا من الأنشطة اللي تمت في اليوم ده، يوم 27، مسرحيات، توعية، ما إلى ذلك. ثم انتقلنا من 28 ل 30 نوفمبر، كان في ورشة عمل اسمها حكي الفراشات، متعلقة بأن احنا زي بنساعد الناجيات من العنف سواء كانوا مصريات أو عرب ولاجئين داخل مصر، بيحكوا تفاصيل معاناتهم والمشكلة دي بس من خلال شكل مختلف وغير تقليدي، وهو السايكو دراما وبتعبير حركي، ويتعلموا زي انهم يكتبوا ويعبروا عن كل المشاكل اللي تعرضوا لها من خلال النشاط ده. ويوم 6 ديسمبر اللي تمت فيه الإضاءة، كان في البداية في عرض مسرحي اسمه عرض حكي الفراشات، قدروا انهم يطبقوا كل اللي اتعلموه في ورشة العمل دي من سايكو دراما ومن تعبير حركي ومن كتابة لمسرحية، عرضوا المسرحية على الجمهور في مكتبة اسكندرية. ثم انتقلنا إلى وقفة على ساحة الحضارات أو البلازا لمكتبة اسكندرية، وقفة صامتة بالأعلام البرتقالية زي ما حضرتك شفت، والبالونات وما إلى ذلك، بحيث إن احنا بنعبر عن فكرة إن احنا نتحد لمناهضة العنف ضد المرأة. ثم في المساء بقى اللي هو مساء 6 سبتمبر تم إضاءة المكتبة باللون البرتقالي أسوة بكل المعالم الدولية في كل العالم اللي بتتحد إنها تنار بيه أو تضاء باللون البرتقالي، على أساس إنها تعبر عن فكرة إن اللون البرتقالي ده بيعبر عن فكرة إن إحنا بنناهض العنف ضد المرأة وإن إحنا بنتحد لنقف ضد هذا العنف. عظيم جدا. طب أنا عندي سؤال لدكتور مروة، كل هذه الأنشطة هل بيشارك فيها أطفال ومراهقين ولا لأ؟ طبعا، يعني احنا الحقيقه انه قطاع البحث الاكاديمي يعني لديه برنامج متخصص لدراسات المراه والتحول الاجتماعي، انشئ في 2017، مهتم جدا بالمراه بالفتاه، وايضا انه لازم يكون في الانشطه في رجال وبرضه يعني شباب واطفال وفتيات صغار بيشتركوا في النشاط اللي احنا بنقوم بيه. بنهتم جدا في البرنامج بفكره بناء القدرات، ازاي ان احنا نعرف الناس او نوعيهم، نبني قدراتهم في هذا المجال، ازاي نقدروا ينهضوا انماط واشكال مختلفه من العنف ضد المراه، يتعرفوا عليها، ازاي يقاوموها، سواء كانوا بقى فتيات او فتيان، يعني ما فيش تفرقه. طبعا طبعا، انا بشكرك جدا دكتور مروه، كل الشكر ليكي دكتور مروه الوكيل، رئيس قطاع البحث الاكاديمي بمكتبه الاسكندريه.